السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In diesem Video lernen wir die Ayat وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وجوه يومئذ. Achtet auf das جيم. وجو وجو. Und achtet auf den إدغام. هيو هيو. وجوه يومئذ. وجوه يومئذ. يومئذ. مسفرة. Hier haben wir einen Idgham. Yawma idhim mus. Yawma idhim mus. Beim Mim runden wir die Lippen wegen der Dhamma und ziehen beim Sin diese zurück wegen dem Sukun. Yawma idhim musfirah. Yawma idhim musfirah. Wujuhun yawma idhim musfirah. وجوه يومئذ مسفرة. Nun lese ich die Ayah vor und ihr liest die Ayah nach. وجوه يومئذ مسفرة. وجوه يومئذ مسفرة. وجوه يومئذ مسفرة. وجوه يومئذ وجوه يومئذ مسفرة. وجوه يومئذ مسفرة. Gemeinsam. وجوه يومئذ مسفرة. وجوه يومئذ مسفرة. وجوه يومئذ مسفرة. ضاحكة مستبشرة. Denkt an das dunkle ضاد. ضاحكة. Und dann an den إدغام. ضاحكة مس. ضاحكة مس. مستبشرة. Die قلقلة بين باء. مستبشرة. مستبشرة. ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة. Ich lese vor und ihr liest nach. ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة. Gemeinsam. ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة. ووجوه. Wir müssen hier auf die zwei aufeinanderfolgenden Waus achten. Die Lippen runden. ووجوه ووجوه. Der Übergang zu يومئذ kennen wir. ووجوه يومئذ. ووجوه يومئذ. عليها غبرة. Kein Problem. Rein dunkel, باهل, را dunkel. غبرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. Ich lese vor und ihr liest nach.
ووجوه يومئذ عليها غبرة 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 Und jetzt gemeinsam. ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها Das T ist hell und das R ist dunkel. ترهقها ترهقها قترة dunkles قاف helles تاء dunkles راء قترة قترة ترهقها قترة ترهقها قترة Ich lese vor und ihr liest nach. ترهقها قترة ترهقها قترة ترهقها قترة ترهقها قترة ترهقها قترة ترهقها قترة Gemeinsam ترهقها قترة ترهقها قترة ترهقها قترة أولئك kennen wir aus vorherigen Suren. Denkt an den Med. Ulaika humul, Lippenrunden. Kafaratul, helles Kaf, helles Fa, dunkles Ra. Kafaratul, Fajarah, kein Problem. Kafaratul, Fajarah. Ulaika humul, Kafaratul, Fajarah. أولئك هم الكفرة الفجرة Nun lese ich vor und ihr liest nach. أولئك هم الكفرة الفجرة 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 Jetzt gemeinsam dreimal أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة Und zum Abschluss noch einmal alle Ayat gemeinsam. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وخيمال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة Ein letztes Mal.
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.